موزيك فام بودكاست. أسلمتكم. اللي تعدى البارح قدام المسرح البلدي وفي شارع حبيب بورقيبة لاحظ تجمع نوع خاص من المتظاهرين، مظاهرة أكثر من سلمية، لا فيها لا صياح لا عياط لا شعارات، وما فما حتى لافتة. فما لافتة بركة مكتوب عليها بالعربي التونس الخارق وبالسوري سوبر تونيزيان. اللافتة هذه هزتها امرأة تونسية مزيانة لابسة لبسة متاع سوبرمان الزرقاء والكاب الحمراء، ومعها شباب يفرق في مانيفيست أو بيان انتخابي، وفما كذلك صندوق اقتراع وبطاقات انتخاب لونهم ازرق. في تقرا البيان تلقى برنامج انتخابي، وكان وافقت عليه تطلب ورقه الانتخاب وتحطه في الصندوق. اكاك لا تقعد تستنى نهار 24 جويليا، سورتو اذا كنت مسافر ولا مجروح على الانتخابات. وشمع في هالبيان اللي خلى برشا من المتفرجين والمارين في شارع الحبيب بورقيبه يصوتوا بكثافه والابتسام على وجوههم للمترشحه اللي اسمها تونس خارقه للعاده، وكنيتها مفيدة فضيلة مصورة فوتوغرافية ومخرجة. ما نطولش عليكم، هاو البيان الانتخابي نتاع سوبر تونس، وانتو معينكم ميزانكم اليوم. وبعدنا وصلت عليه البلاد من تعدد وكثرة الأحزاب، اشو 60 حاجة عينيكم، وفي غياب حلول واقعية وفعلة جاتكم تونس الخارقة العادة باش تحاول ترجع الأمور المجارية. المترشحة تونس خارقة العادة اللي في التوانسة الكل عندها القوة باش تتفوق على كل القوة السياسية وتبني بلاد خارقة العادة. سوبر تونس ولا تونس خارقة العادة اللي في التوانسة الكل عندها رؤية خارقة باش توقف الهجومات اللامرئية اللي ما تشافوش والقوى الظلامية المتخبية في كل بلاصة، وعندها كذلك القدرة باش تسرب وتكسر كل المناطق الديكتاتورية. تونس الخارقة العادة عندها سرعة خارقة باش تتحدى وتوقف كراه باللوكاسيون اللي يخرجوا في الليل يزمروا في كل بلاصة. تونس الخارقة العادة عندها كذلك ذاكرة قوية تخليها تتفكر كل واحد تعرض للقمع في الماضي في العهد القديم، وعندها القدرة باش تفهم وتتكلم كل اللغات الخشبية وتفكك رموزها وتسيطر عليها. صوت تونس الخارقة العادة واختار الورقة الزرقاء. تقول له ظروف السينما، عنده ظروف، عنده هذاك خاطر عمره 60 ما تفرجش السينما، تفرج السينما أكثر منك، ما كانش متلبس، ما كانش واحد كانوا الناس الكل يعرفوا السينما. سوبرمان من عام 50 موجود، هو من عام 50، تعرف سوبرمان أول فيلم تعمل عليه في عام 50. مش بيه من تنفق شو ولا حتى راجل تفسر له ايه مصر شيء بالعرض فانت ذكر خطوة ذكر لا ما هو نظام والله بالفكرة انتهيك تونس كان مسوين بركة هي فكرتها لا فكرتها هي كان شي راجل تونسي أنا تونسي خارق ما غير لا فضيلة لا حديد ولا حديد فكرتها هي سباقة في بوليتيك لا اسمع ما هو عندي باه هو نفهم بعض الساعة بعض اخوي البني ما تحطش الاسم، أنا تونسي خارق، تونسي خارق كان المرأة هي الخارقة. أنا تونسي ونصر بالتالي الأخضر ونحب التونسي ونحب العيش. كم